تعال نشوف نصلح ازاي العيب اللي تحت ده. اف 4 عشان يظهر لي السيجمنتات دي. خلينا بقى نشوف فين بالظبط المشكلة. هتبص تلاقي هنا، هنا في مشكلة عايزة تقل شوية. الويت دي، الويت دي جامدة قوي، عايزة دي تقل عشان يبقى شكلها احسن اهي. نفس الحكاية بالظبط، هنزل كده دي دي تنزل، ودي بقى هتطلع فوق لواحد. طيب خلينا نجيب البينت تول او البينت ويت دي، فرشة هنبدأ من خلالها ان احنا نقلل او نكبر شوية بصورة اسرع. احنا عايزين المنطقة دي، شايف ظبط ازاي في ثواني. الفيرتكس دي هنخليها فوق شوية. اوكي، دول هنقللهم، دي هتقل 75، هنا نص، شوف هنا المنطقة هنا مشوهة خالص لأنها هي طبعا واخدة شوية أحمر وشوية أزرق، دي طبعا زيرو أو واحد. دي واحد برضه عشان ترجع مكانها، دي واحد، شايف الإيدج ده رايح فين؟ ده كده دي لو مثلا كنترول زد، نكبر شوية عشان نرجعه مكانه. الدنيا هنا ملخبطة شوية، يبقى نزود عشان تعمل اجتذاب للفيرتكس هناك. اهو بالشكل ده كده، نزود شوية، دي هتقل، دي بس اللي هتقل شوية، وبعدين دي هتزيد شوية فوق. اوكي، دي هتزيد تمام، دي ممكن نقللها شوية. ودي كمان دي هتطلع فوق، دي هتنزل تحت الويت بتاعها شوية. شايف انا ببص من كل جانب ازاي عشان ما الاقيش هنا مثلا بروز مثلا جامد او حاجة، فبروح جاي مظبطه على طول، بروز جامد او انخفاض جامد فوق.
اوكي المنطقة دي شايف هنا في ديفورميشن، هنا هروح جاي مزود شوية، هنا متوسط شوية. هنا دي ممكن اوكي هنسيبها، مش عايزين دي في حاجة. طيب تعال نشوف مع حركة الايد كده، هتلاقي ان السكن شايف هنا مع الحركة بقى الاصفر، الاصفر بالاحمر. طبعا الاحمر هو كده كده واخد اقوى حاجة او واخد واحد، الاصفر بقى لما نزلنا شوية بالويت بدأ السكن يعمل ديفورميشن. نعم، لما انت تبدأ تتني دراعك او تتني دراع شخصية بدأ يستجيب شوية. بس هنا اللي هنلاحظ احنا هنا لو طلعنا فوق هتبص تلاقي فيه هنا حاجات شوية بروزات بسيطة كده، نطلع ننزل بيها تحت شوية. الفرتكس دي تحت اوكي، هنا المفروض بقى المنطقة دي كلها كده هنعمل لها لوب، بس هنشوف اللوب هيودينا لفين. خلينا ناخد دول لوب ودي كمان، بس مش اكتر من كده، هنخليها 9 مثلا، ودي خليها 75، ودي نص. تعال نشوف الحركة. شايف الحركة كويسة ما عدا الفرتكس الصغيرة دي، تكبر فوق تطلع فوق شوية. والفيرتكس دي كمان هنزود الويت بتاعها شوية. دي كمان اوكي. تعال نشوف بقى المنطقة دي. طيب انا جيت كده فوق يبقى هنا دي هتزيد متبقاش نازلة أوي كده، ودي هتزيد شوية. ماشي جميل. تعال نمسك بقى العظمة دي ونشوف ايه اللي مأثر عليها وايه اللي مش مأثر عليها. تعال نفرد الدراع وبعدين هنبص تلاقي فيه سوء توزيع للويت بتاع الفيرتكس. هنمسك بقى دي كده ونقول له لوب واحد، لوب واحد، ونفس الحكاية هناخد دي واحد دول. ما ينفعش في نص الدراع بالظبط او في نص العظمة بالظبط ادي واحد، ما اديش واحد يعني، ادي مثلا نص او حاجة. هو دايما في نص العظمة دايما بتاخد واحد عشان تبقى التأثير قوي. اوكي انا شايف ان هي كده كويسة. نبدأ نحرك بقى ونشوف هنا واحد، اعتقد ان دول هيقلوا شوية. خلينا نعمل لوب وندي واحد كده مجازا اوكي، لوب واحد
اوكي تمام، تعال نشوف الحركة. حركة احسن، شكل الدراع احسن. هنا بقى شايف شكل عامل ازاي؟ تعال نشوف كده، نقول دي لوب ونديها ستة او تسعة من عشرة، ظبطت خالص. ودي نقول لوب 75، لأ نرجع تاني، خلينا نمسك دول ونخليهم واحد، يعني لو احنا عايزين تأثير، بس انا ما اعتقدش ان هنحتاج واحد دي خالص. يعني هنا دي كمان واحد، هنا في ديفورميشن جامد، فهروح واخد دي كده ودي كمان واقول له وانزل شوية. المنطقة اللي ورا دي ودي ودي هيزيدوا، دي بالأخص كمان هتزيد شوية. فيرتكس فيرتكس، لأن السكين موديفاير زي ما قلت قبل كده هو قوي جدا في الحتة دي، دي ودي ودي هينزلوا تحت او هيطلعوا، الويت بتاعهم يطلع فوق، ودي كمان الويت بتاعها هيزيد. طيب حصل تداخل هنا، تعال نشوف هنعمل ايه. تعال زودنا كده، شايف تبقى دي تقل، دي المفروض شايف دي كده الخط ده تكملته فوق، طلع فوق قوي، لان انا عايزها تحت شوية، ودي هزودها واحدة بس. دي لو عملناها 25 هتظبط، المنطقة دي هنا دي الويت بتاعها عالي قوي، هنصغر عشان ما يحصلش التداخل الجامد ده. تعال نفرد الدراع ونشوف احنا ماسكين ايه بالظبط. ودي كمان خليهم 75، هتنزل تحت، والفيرتكس اللي تحتها اللي هي دي هتنزل تحت الويت بتاعها كمان، دي بحيث انك توصل لأحسن نتيجة، يعني احسن نتيجة مبقاش فيها اي مشاكل خالص. دي هتنزل
شوية ودي كمان هتطلع شوية فوق. ماشي، ايه المشكلة؟ اوكي كويس. طبعا ما فيش ماسل سيستم خالص، يعني هي الموديلنج نفسه معمول ماسل، لكن ما فيش مثلا المفروض نبقى كده. وده الموضوع بقى ان شاء الله بتاع الماسل او العضلات، المفروض كده يبقى العضلة تتفرد. ممكن تتعمل بكذا طريقة، ممكن تتعمل بكذا طريقة بموديفايرز يعني، بس احنا عايزين الماسل سيستم بتاع الكتف. تمام، المفروض كده تتفرد شوية ويبقى في هنا شوية تقعر شوية العضلة او تحدب لفوق. خلينا نمسك العظمة دي ونشوف الاحوال معها ايه. هنمسك طبعا، شيء طبيعي ان المنطقة دي مثلا هتبقى واحد، المنطقة دي كده واحد، سيبنا دي ودي هنمسكهم ونخليها واحد. دي كلها هتبقى بنص، دي كمان بحيث ان القوة بتاعت العظمة مأثرة على العضلة في الحتة دي، وبعدين تبدأ تقل تقل لغاية الآخر. تعال نشوف لما يجي يتني دراعه، دي هيبقى فيها مشكلة، هتبقى هتزيد شوية كده. والفيرتكس دي هتقل اللي الشاشة هتطلع فوق. لا رايحة على جوه، لا يبقى احنا نطلع فوق بيها. الشكل ده كده هو المفروض ان عضلة الكتف اصلا لو لما اديت التشريح مكونه من 3 عضلات. اوكي، العضله الاماميه والعضله الجانبيه اللي هي دي والعضله الخلفيه اللي هي دي. ممكن لو حد بيلعب رياضه ولا حاجه هيعرف الكلام ده كويس. فالتقسيم المفروض يبقى فيه سيمتريه يعني. دي كمان ننزل تحت، ودي كمان تمام. تعال نشوف كويس، احنا عملنا سكيننج كويس للمنطقتين دول. تعال نشوف بقى كف الايد، زي ما انت شايف طبعا الدنيا هنا مش مظبوطة خالص. احنا ممكن نمسك دي ودي ونشوف اللوب بتاعها لغاية فين. لا، اللوب بتاعها داخل على الصابع، فهنمسك المنطقة دي كده المنطقة دي
خليها واحد. تعال نشوف مع تانية الإيد. أعتقد إن دي هتقل لنص، ودي طبعا لازم يكون في تأثير هنا شوية. طبعا لوب ونعمل 25، وهنا كمان نعمل لوب ونعمل واحد وواحد. لأ، هنمسك دي كده واحدة واحدة ونخليها واحد. انا عملت كنترول زد. ساعات مع الكات بيعمل المشكلة دي. لو عمل معاك المشكلة دي، بص انا مفيش تحريك خالص، بتروح تطلع بره الاسكان، بره الانفلوب، وتروح مثلا ظاهر دي كده، وتظهر الكات الارم كات بون، تمام. شيل الانفلوب دي خالص، امسك ده كده، ومجرد بس ما تحركه حركة زيادة صغيرة كده خالص، من غير ما انت من غير ما تعمل اوتوكي، اوكي، بروح راجع تاني. يبقى برضه دي بتظهر كتير. انا بلاحظ ان السيمترية بتاعت الايدجز هنا، بس اعتقد ان هي هنا دي الفيرتكس دي عايز تتعدل، مفيش مشكلة. خلاص هنخش بقى على الحتة دي في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.